فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول في بلادي كل سنة تختلف الرؤية في السعودية عن الرؤية في بلادي بالنسبة لعيد الأضحى والوقوف بعرفة، فمتى أصوم يوم عرفة؟ هل هو تبع لبلادي أو تبع لبلادي؟ مع بلادك وأفطر مع بلادك وعيد مع بلادك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.